أنفس العباد جوالة ما داموا أحياء، فأنفس تجول حول العرش، وأنفس تجول حول الحش، أنفس في مدارج الأفلاك، وأنفس في مسابح الأسماك، وشتان شتان بين مدارج الأفلاك ومسابح الأسماك. والمرء ينزل نفسه حيث شاء، إما أن يعلو بها وإما أن يهوي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا محل اختياره، يختار لنفسه إما أن يرتفع وإما أن يتضع. ونحن أمة نرى أن أعظم هم يجب أن تحلق في أجوائه وفضاءاته وسماءاته الأنفس الأبية هو الإسلام.